طلقة. قال أنت طالق. طلقة. قال أنت طالق في من خلال مشكلة أو نقاش أو كذا. ما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي؟ حقيقة طلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عالية، لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع الرؤوس واطية حافظة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام. أولا، الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصميم، أي يفكر الزوج أنه لم تعد الحياة تستقيم مع هذه الزوجة، ولذلك فلا بد من أحد أمرين، أحلاهما مر، لكن في مر في أمر، فهو ما بده يشوف. إن كان الأمر أن تبقى عنده فإذا يخلص منها، ولو كان خلاص من أمر، لأنه لابد من اختيار أخف الشرين. هذا معنى أن الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم، وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. في القرآن يقول رب الأنام: فإن علموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. هي الآية فإن ولا وإن أبو عدنان؟ فإن عزموا، فإن بالفاء، فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. إذن الطلاق لا يكون إلا بعد العزم. العلماء يقسمون ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب، بعدها يأتي الفعل. المرتبة الأولى الخاطرة السانحة، تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب، هذا هو الخاطر. فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة واستقرت في نفس الإنسان، فهو الهم. فإذا قوي الهم بحيث أنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العجب. ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء ألقي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العجب، إلا إذا اقترن مع العزم فعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به.